حصد يوسف اوباما لاعب الفريق جائزه افضل لاعب في مباراه فريق امام نادي انبي اللي اقيمت مساء امبارح الاثنين في مسابقه الدوري المصري الممتاز، وتسلم اللاعب الجائزه من مراقب المباراه عقب انتهاء اللقاء في ارضيه الملعب، وحقق فريق الزمالك زي ما احنا عارفين فوز كبير على نظيره انبي برباعيه مقابل هدفين في المباراه اللي اتلعبت على استاد القاهره الدولي في اللقاء المؤجل من الجوله ال 22 من دوري نايل، عشان يرفع ابناء 100 عقبه رصيدهم الى 52 نقطه في بطوله الدوري المصري الممتاز. كمان أدى لاعبو الفريق البدلاء في مباراة أنبي تدريبات بدنية خاصة باستاد القاهرة الدولي، ده كان بعد انتهاء مباراة أنبي امبارح، وتولى البرتغالي جواو ميغيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة بناء على طلب من البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني للفريق. وبيرغب جوميز دايما انه يكون جميع اللاعبين على أتم جاهزية بدنية ممكنة، وطبعا بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق في الفترة اللي جاية، وبنتمنى نشوف اللعيبة جاهزة بدنية وجاهزة فنيا علشان القادم في الموسم الجديد والسوبر الأفريقي إن شاء الله، بالتوفيق لفريقنا فريق نادي الزمالك. قرر الجهاز الفني للفريق مستر جوزيه جوميز استئناف التدريبات النهاردة بصورة طبيعية على ملعب النادي عقب خوض مباراة إنبي امبارح في مسابقة الدوري الممتاز، وهيستعد الزمالك لمواجهة فريق زد المقرر ليها يوم الخميس القادم في اللقاء المؤجل من الجولة ال 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.